استاذ حمدي زي ما بيقولوا، يعني بجد يعني حاجه فظيعه جدا، وشخصيه رائعه فوق الوصف، والضحك زي ما بيقولوا كده خارج من القلب للقلب، عشان كده بيوصل بطريقه يعني مبسطه وجميله. انا عاوز ارحب بحضرتك في اسوان وفي نادي التجديف، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم، وانا برحب طبعا، يعني سعيد جدا ان انا متواجد بين اهلي طبعا. يعني الاقصر واسوان محافظه واحده، انا شايف انهم محافظه واحده، فانا طبعا سعيد جدا ان اكون متواجد بين اهلي في اسوان. حاجة دوي، كنت عاوزة أعرف البدايات بتاعتك، كنت عاوزة أعرف لما حضرتك ابتديت الفيديوهات. أنا أعرف إن حضرتك كنت مسافر بره في الخارج، وجيت نزلت هنا في البلد عند حضرتك. كنت حضرتك في قرية جنب الأقصر، مش من الأقصر نفسها بالظبط، لما نزلت فيها كنت قاعد مع أصحابك في الحقل، وما كانش في دماغك أي حاجة. فجأة حضرتك صورت وابتدى الناس تشوف الفيديو، وجاب نسب مشاهدة عالية جدا، تقريبا 50,000 مشاهد خلال كام يوم. فانا عاوز حضرتك تكلمني على البدايات، وبعد كده الفكره تطورت ازاي لحد ما بقيت حضرتك الحاج الضوي. والله هو بدايه الفكره بدات يعني في 2015، كان اول فيديو. وبالفعل يعني انا كنت عامل صفحه على الفيسبوك، كنت بكتب عليها الحاجات دي بس كتابه يعني. بعد كده فكرت ان انا ممكن اتناول الموضوع بشكل كوميدي، يبقى موضوع هادف يعني افيد بيه الناس، يعني اناقش بعض القضايا الاجتماعيه وبعض مشاكل قرى الصعيد. وده طبعا عملت كذا فيديو، والمسؤولين استجابوا في عده محافظات للمشاكل اللي في زي الصرف الصحي وزي الطرق وزي مثل جنات سكه الحديد. بقيت اناقش القضايا دي واوجه رسائل للمسؤولين من خلال الفيديوهات، والحمد لله بعض المسؤولين يعني تفاعلوا او مع المشاكل. طبعا الفيديو اللي انا كنت اول فيديو عملته طبعا، اللي هو كنت طبعا عملت فيديو احس الشباب على العمل، بحكم اني انا كنت بعمل فتره في دول اوروبا، وشفت ناس من الجاليات يعني المصريه هناك، ناس اطباء وناس يعني معاهم تعليم عالي بيشتغلوا اعمال في اوروبا بيتقبلوها، ولكن ما بيرفضوش في بلدهم. وممكن تكون مقاربة للعائد المادي، يعني ممكن حد يقول لك ده عائد المادي، لا طبعا لو حسبتيها هتلاقي المصاريف بره يعني مقاربة لهنا. فطبعا انا رجعت عملت اول فيديو بحس الشباب على العمل، وان العمل مش عيب. انا واحد من الناس اشتغلت في اوروبا في عدة اعمال، وكانت اعمال يعني اعمال اي شاب مش هيوافق انه يشتغل بيها هنا، ولكن صبرت لغاية لما انا يعني حققت حلمي يعني الحمد لله. طب برضو مش عاوز انسى او اغفل دور المرأة، يعني حضرتك تكلمت في حاجات كتيرة جدا بتخص المرأة وقضايا المرأة، فعاوز اعرف المرأة في حياة الحاج الضوي كان دورها ايه؟ تشجعتك سواء بقى زوجة اخت ام، عاوز اعرف دور المرأة في حياة حضرتك. والله انا اللي يعني طبعا اخواتي واصدقائي، طبعا من اخواتي البنات طبعا لينا اصدقاء في الاعلام، وفي ناس كتير وقفت جنبي من اخواتنا البنات يعني في بدايتي، كتبوا عني وزي حضرتك التقوا بيا، وده كان طبعا يعني ده ساعد في انتشار الفكره الحمد لله، واني انا اوصل مثلا لبرامج كبيره على التلفزيون المصري وعلى القنوات الفضائيه. فطبعا انا يمكن لو قلت لك انا مش عايز بس اقول انه حد معين، بعد الله لي الفضل، الطفل الصغير اللي هو بيشاهد فيديوهات الحاج الضوي ده ليه فضل علي بعد الله انه فكرتي تنتشر. فكل الناس اللي هي طبعا بتشاهد فيديوهات الحاج الضوي لها فضل علي، ولذا انا ما بقصرش الحمد لله مع اي حد، ومش ماخد الموضوع يعني حتى يعني بيزنس زي ما بيقولوا. يعني لو حد طلبني في اي حاجه ما يعني ما بطلبش او ما بقولش مثلا عايز كده، للناس دي لها فضل علي ان انا اكون متواجد مع حضرتك الان في نفس اللحظه دي. طبعا ده فضل الناس علينا بعد الله يعني. الحاج الضوي انا كنت حابه، يعني سمعت قبل كده حضرتك كان نفسك تعمل مسرح زي مسرح استاذ اشرف عبد الباقي، بس مسرح صعيدي، وكنت دايما بتحلم بحاجه كبيره زي كده، وان انت تجمع الشباب وان انت تشتغل على حاجه زي كده. كنت حابه اعرف من حضرتك يعني الفكره دي جات لك من فين؟ والله الفكره يمكن ممكن اتخذت من مثلا من مسرح مصر، وكنا عايزين نعمل مسرح الصعيد، ولكن لقينا الموضوع طبعا مكلف، طبعا عايز مجهود، فاخترنا طبعا نكمل على اليوتيوب يعني حاليا. وان شاء الله انا يمكن في الفتره اللي جايه مشارك في مسرحيه كبيره طبعا حاره يوتيوبيا، مع فنانين كوميديا في مصر، فنانين معروفين، وان شاء الله كده هيتم العمل خلال الايام اللي جايه طبعا بروفات،
وان شاء الله تعرض قريبا في لوكسور وفي احدى الدول العربيه يعني. كنت برضو حابه اعرف من حضرتك، دايما كنت بترفض الصياغ الدرامي للرجل الصعيدي، دايما كنت شايف ان هم بيقوموا افورين في اللهجه وفي الاسلوب، وكنت حضرتك انا عرفت من برضو ان حضرتك رفضت عروض كتيره جدا اتقدمت لك انت تمثل كرجل صعيدي وكده، فكنت حابه اعرف تعليق حضرتك على الموضوع ده. والله احنا دايما بنقول ان الصعيد مواهب الصعيد مهمشه، وحتى الموهبه اللي بتوصل من الصعيد بتوصل يعني بصعوبه جدا. للاسف الشديد بيجيبوا ناس، مثلا يجيبوا واحد من اسكندريه، بيجيبوا واحد مثلا من جنوب سيناء، وانا شفت ده الكلام ده قدامي يعني، بيجيبوه يحطوه في دور الصعيدي ويسيبوا موهبه صعيديه ممكن انت هتوفر عليك حاجات كتير. يعني ده اصل الاسكندراني ده او الراجل الاسكندراني مع احترامي لكل الناس، او الراجل بتاع مثلا طنطا او بتاع مثلا اسماعيليه، ده بيجيب له اول حاجه بتحتاجه مصحح لهجه، ما بيطلعش اللهجه الصعيديه يعني بتاعتنا الحقيقيه، بتلاقي اللهجه مختلفه جدا، في كلام طبعا مختلف جدا. طب انت ليه ما تستعينش بمواهب في الادوار، حتى الادوار اللي هي مثلا البسيطه، ما تستعينش ليه بموهبه صعيديه تقدم لك الاداء ده وهو عنده اللهجه وعنده وهو عايش في المجتمع الصعيدي. فللاسف الشديد ده طبعا يعني مش عارف القصة دي بصراحة يعني. وانا رفضت فعلا ادوار، يعني بعض الادوار لقيتها طبعا لا ما ينفعش ان انا اعملها. طب انا كنت حابة اعرف حضرتك شايف مثلا طموحاتك او احلامك للسنة الجاية، من احنا خلاص بنقفل سنة وداخلين على سنة جديدة، حابة اعرف احلام حضرتك يعني قبل كده كنت بتحلم بايه وقدرت تحققه، ودلوقتي بعد ما حضرتك بقيت الحاج الضوي اللي هو اليوتيوبر المعروف واخد الدرع الفضي طبعا من اداره اليوتيوب ما شاء الله، يعني حابه اعرف احلام حضرتك وطموحاتك على السنه الجديده. لا والله انا بصي انا يمكن انا بتمنى طبعا حلم حياتي ان انا اشوف بلدي دايما في استقرار، مصر طبعا. ويمكن انا عايز اوجه رساله من خلال لقاء حضرتك، انه اللي عاش بره، الناس دايما بتحلم يقول لك اوروبا، اللي عاش بره في اوروبا واللي عاش تغرب عن مصر يعرف قيمة مصر، ده أكيد يعني. فأنا طبعا بحلم أن أنا أشوف بلدي في استقرار، وأن أشوف بلدي في ازدهار، وإن شاء الله في تقدم. ده طبعا بالنسبة لي طبعا أنا بتمنى أن أنا طبعا أي حد بيحلم أنه يطور الفكرة بتاعته وأنه يطلع من عباءة اليوتيوب وكده، فطبعا بتمنى أن طبعا سنة 2020 يكون لي دور في الدراما إن شاء الله بشكل كويس يعني. اشوف حضرتك مسلسلات دراميه كبيره جدا وكثيره، ان فعلا حضرتك يعني يعني من الشخصيات اللي نادره اللي هي بقت يعني بتتكلم في قضايا حيويه وفي نفس الوقت حاجات هادفه، احنا ما بقيناش نشوف الحاجات الهادفه دي، فانا بجد نفسي فعلا ان حضرتك تطورها وتنتشر ويبقى الناس كلها زي الحاج الضوي يعني. فانا بشكر حضرتك جدا على اللقاء الممتع ده، وبجد انا مستمتع ان انا مع حضرتك النهارده، ونورت نادي التجديف ونورت اسوان كلها. ربنا يكرمك، والله انا يعني بشكر حضرتك وبشكركم يعني، بشكر إدارة نادي التجديف على الدعوة، وإن أنا أكون متواجد يعني أتاحوا لي الفرصة إن أكون متواجد مع حضراتكم هنا، دي حاجة طبعا تسعدني. وأنتوا طبعا يعني كل الناس اللي وقفت جنبي أنا بشكرها، وبشكر فريق عملي مصطفى رضا وعبد الناصر يونس وسعيد كمال والأستاذ محمد عبد اللطيف الصغير، وكل الناس أستاذ عبد الله منصور، وكل الناس اللي وقفت جنبي يعني فريق عملي. وبشكر حضرتك على اللقاء الجميل. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك.